جزاكم الله خيرا. صلاة الصبح قبل شروق الشمس هل هي صحيحة؟ صحيحة لأنها وقعت في وقتها، لكن الأفضل المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وكان يدخل فيها والرجل لا يعرف من بجانبه. وأيضا أخشى أن هذا الذي يصليها قبل شروق الشمس أنه ترك الجماعة، إذا كان عنده جماعة أو مسجد قريب، فإن ترك الجماعة لا شك أنه محرم وأنه خطيئة وأنه يأثم عليه. لكن لو قدر أنه حريص على حضور الجماعة ويحضر الجماعة، ولكن في بعض الليالي غلبه النوم ولم يستيقظ إلا عند شروق الشمس أو بعد شروق الشمس أو مع شروق الشمس، فإنه يصلي حال ما يستيقظ، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.